جماعه، زي ما قعدناكم كلهم في المشتركات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من الناس زي ما قلنا قبل كده. شعار ده هنحبه بعدين ان شاء الله النهارده. احنا 100 مليون مس على كل الناس، مليون مس على كل الناس وكل حاجتنا وكل الناس المشاركه عندنا وكل الناس اللي مش مشاركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لنا كل شيء. النهارده دلوقتي خلاص انا زهقت، هولع في المزرعه. النهارده هوري لك يعني حاجتين او ثلاثه تعملهم عشان تقضي على الغراض والحشرات عندك. انا الحمد لله عشان ارش كل اسبوع سواء عندي ما عنديش الحمد لله. بس ناس ياما اتكلمت واشتكت عندها حشرات وغراض في مزارع في بيوت في محلات في دكاكين. مش شرط، لازم طالما في كلاب تلاقي الحشرات، طالما ما انت ما بترشش او ما بتعملش يبقى عندك هتلاقي الدنيا في حشرات وفي لازم عشان تحمي كلبك وحاجة لازم ترش المكان، ترش الكلب وتديله ابر تحت الجلد. هات كده دلوقتي دلوقتي هوريك انت لو عندك مثلا مكان، اهم حاجه تخلي بالك عشان المكان مثلا ما يولعش عندك لو في سلك في اي حاجه تخلي بالك. طبعا ده جبته ماكس دوت بيتاخد تحت الجلد دوت حلاوته اللي هو امن، بتدي الكلب فوق السبع شهور سنتي او سنتي ونص مفيش اي مشكله. دوت امن كويس قوي، ممكن اديه انتهاك حوامل او اديله الذكوره هتتجوز مفيش مشكله. فرق كبير بينه وبين الافومات، اللي الافومات بيعطل الكلب ثلاث اربع شهور، لكن الديتو ماكس بيظبط الكلب كقراض حشرات كجسم كشعر كل دوت. هنوري لك ايه تاني بنعمله بنرشه على الكلب مع الديبتو ماكس. يبقى احنا عندنا عشان تحمي مكانك او كلبك ثلاث حاجات. الكلب اديله تحت الجلد، ارش الكلب، ارش المكان. طيب ارش المكان بقى ازاي؟ طبعا بيبقى عندك خبايا المراد بيتحشر في الحيطه يمين وشمال، مش عارف اعمل ايه وبرش، اجيب بشبوري ما اجيبش، اعمل ايه؟ اجيب ازازه بنزين كده اهو. اهم حاجة تخلي بالك من ايه؟ ارسوا خلي بالك ما تبقاش في سلك ما تبقاش في حاجة. في حشرات بس عشان ما تمسكش بقى. ما فيهاش بنزين يلا.
الحياة مرة أنا أول مرة أشوف كده. بس بقى أهم حاجة تخلي بالك بكلم نفسي وانا بقول الاسم باينه مروان هزت لي دماغك. اه ودي زانون ده مكتوب تحت دي زانول 60% بس دوي. اه تمام كده انا حطيت ده على ده. طيب انا هعمل ايه بقى؟ هجيب ازازه 2 لتر بتاعت الميه. طيب خليها فاضية عشان ما فيش واحد يقول لك ايه اصل ومش فاصل وبتاع اهو. تمام كده هروح اعمل ايه؟ هجيب الازازة دي واجيب من المادة 10 سنتي من دي و10 سنتي من دي. انا حطيت الاتنين على بعض انا هعمل كام؟ هعمل 20 سنتي. السرنجة دي 5 سنتي يبقى هعمل منها ايه؟ 4 مرات.
تمام كده اهو 4 مرات، اروح قافل ازازتي واروح جايب جاز. اهم حاجه بقى الجاز، ليه؟ عشان الجاز هو اللي هيشغل. اهو هيعمل ايه؟ ربع كوبايه، نص كوبايه. دوبك هنا اهو، هروح حاطط كده اهو مع المادتين اهو. تمام كده احنا عملنا ايه؟ 10 سم من ده و10 سم من ده ونص كوباية جاز، وازود كده اهو ميه. اهم حاجة لازم اشم ريحته، الاقي ريحته جامده وهو بيعمل رغوي بيضة او هو بيعمل ابيض اهو زي ما انت شايف اهو، عامل زي اللبن اهو 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 اهو. يا رب كان في مسمار تمام كده، وهرج حلو اهو اهو. طيب انا عندي المكان دلوقتي، هعمل ايه؟ همسك قلبي. تعالى بس كلاب حشرات ومش حشرات اهو، الحمد لله اهو اهو اهو. بس انا بنعمل ايه؟ بحمل كلابي وبوريك بتعمل ازاي. حتى لو في حشر حشرتين، لما اجي انا ارش الكلب كده اهو اعمل ايه؟ انا امنت الدنيا عندي اهو. تمام، ونجيبه فين الازازه يا مروان؟ طبعا دي ازازه ديكتو ماكس. طبعا انت عندك كلاب كتير هتجيب، ما عندكش الا 3 4 كلاب هتروح تجيب من اي دكتور بيطري، هتقول له عايز مثلا لو عندك الكلب مثلا سنتي ونص او سنتي، هتحسبهم مثلا عايز 4 سنتي 5 سنتي، كل ايه سنتي او سنتي ونص ايه في سرنجه. لو انت عندك ازازه هتجيب ازازه عشان عندك كلاب ياما، يبقى تتاكد الازازه اللي جوه زي اللي بره، عشان في ناس ياما بتضحك على الناس وبتبقاش فاهمه يا عيني، بتبقى دي كده مقفوله وانت بتسحب من ايه؟ من الغطا من فوق كده اهو وخلاص اهو. فانت بتروح شايل الغطا الابيض ده اهو، بتشيله كده اهو وبتطلع الازازه، تلاقي بره مكتوب ايه؟ ديكتو ماكس اهو. يا مروان ها؟ يبقى زي الكلمه اللي بره زي اللي جوه، ديكتو ماكس. وبحطها كده تاني اهو وبقفل كده اهو. اجيب سرنجه 3 سم، يا رب جايب الحاجات دي مش عارف. طبعا انا كده كده مجهز للكلاب وليه اهو 3 سم، اسحب كده. طبعا هي تقيله ممكن اعمل ايه؟ اسحب بس اجيب بسرنجه 3 سم واسحب بالسن ال 5 سم عشان تبقى واسعه شويه، عشان دوت زيت. زي دلوقتي كده نعمل كده ونحط ايه على نفسينا السن ده كده اهو، حط سن 5 سم، لما اجي اسحب
بالعافية. أو الكلب ازاي؟ تعالى كده يا مريم اهو، ارفع رقبته الجميله كده، اعملها مثلث اهي كده اهي مثلث اهي مثلث، واجي في الحته الفاضيه اعمل كده اهي اتاكد اللي هي فين؟ تحت الجلد اهي، لف كده حبيبي بس اهي، اتاكد اللي هي فين؟ تحت الجلد، لف كده بابا تعال كده بس اهو اهو، واعمل ايه؟ انا على دماغ الكلب كده عشان مثلا ما توجعهوش، ومكانها اهو يا مروان، ده مروان اهو كده اهو زي ما انت شوف. شوفوا برضو الكلب تاني عشان نشوفه بتيجي ازاي. طيب ماشي اهو، هسحب كده الاول مايك بقى، لما تيجي تديه كده في قفا الكلب بتحرق، تلاقي الكلب يون ويلف حوالين نفسه. طبعا لو كلب ما بيحبش الابر، في شراسه او هو بيخاف من الابر، لازم تلبسه كمامه عشان ما يناولكش. ادي لولا قاعده اهي اهي، ارفع كده اعمل مثلث اهو، وبسحب الجلد لفوق عشان ما اديش فين؟ في العظم اهو. وادعك كده اهو عشان ما تكلكعش او تعمل اي حاجه. طيب كده احنا عرفنا ندي الابره ازاي، وعرفنا نعمل ايه. طيب نكمل بقى مثلا بقيه الرش. طب هرش ازاي بقى واعمل ايه في الحيطه؟ اهو اروح جاي كده اللي احنا عملناه، هرشه كده ده ضيق شويه، نوسعه شويه اهو، هروح جاي كده في الحيط اهو زي ما انت شايف كده، زي ما انا بعمل تعمل بالظبط اهو. يبقى كده الحيطه ايه عندي؟ اخدت كلها يمين وشمال اهو، جوه وبره اهو اهو. اهو وارجع تاني كده، مرة كده ومرة كده، احس اللي ايه الفتحات والنخرام هي كله كده، يبقى شرب جوه واخد، مفيش اي حاجة. ارش عندي في الارض، عندي رملة ارش فيه اهو، اجيبها كده اهو من اولها لاخرها. طبعا لما هرش تلات اربع ايام ورا بعض مش هلاقي اي حاجة. وادي الكلب اهي، طبعا اهو ترش بقى كده اهو زي ما انت شايف بقى كده، ترش المزرعة، ترش عندك الحيطان اهو.
طبعا انا هنا برش كل اسبوع. ليه؟ عندي رمله، في كلاب بتطلع، في رجل غريبه بتيجي من بره، حد جاي لك، انت طالع داخل، يبقى لازم تعمل ايه؟ تامن نفسك. تامن نفسي ارش كل اسبوع. عندي حشرات، ما عنديش حشرات، انا اعمل ايه كده؟ اامن نفسي وارتاح. طبعا برضو مش هرش برضو المكان بس، هرش المكان وارش الكلاب. وانت بترش كلبك اظن انا بعمل الحاجه قدامكم. متقلقش، تقول لي يقول لك سم، يقول لك مش عارف ايه، ما تقلقش من اي حاجه، رش وتوكل وسيبها على الله. لا قدر الله لقيت اي حاجه، كلب تعب، اي حصل اي حاجه، بضايه نيه مكسوره اكسرها حطها في بق الكلب ونص كوبايه ميه بس. لكن زي ما انت شايف اهو الحمد لله مفيش اي حاجه، وما تقلقش من اي حاجه اهو. بنرش وبنعمل الفيديو قدام الناس على الطبيعه، بنعملش حاجه ونرش حاجه. سيبك بقى من كلام الناس اللي بتقعد تهراتي وتهري على الفاضي، يطلع لك على اليوتيوب، يطلع لك على التيك توك، يقول لك الحل السحر. لا، الحل اهو زي ما انت بتشوف، وبترش على الاقل لازم 3-4 ايام ورا بعض كلابك والمكان بتاعك، وتديهم ابر تحت الجلد. يلا بينا تحت عشان تجيب كده. زي ما انتوا شفتوا بقى، يبقى عرفت ازاي تحمي مكانك، مزرعتك، كلابك، اي حاجه عندك اهو. لازم هما 3 حاجات مهمين جدا جدا جدا: ابره تحت الجلد، ترش كلبك، ترش مكانك، ما تحتاجش اي حاجه من اي حد. يبقى انت عشان تخلي بالك وتحمي نفسك من الحشرات 3 حاجات مهمين. ما تقعدش تدي ودنك لاي حد يقعد يلعب لك فيها وخلاص. ابره تحت الجلد، ترش كلبك، ترش مكانك. وبكده نكون انتهينا من حلقتنا النهارده. النهارده تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى هنا سادتي وسادتي تنتهي حلقتنا اليوم، والى اللقاء في الحلقه القادمه.